صور كلمة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يقول من تساوى يومه فهو مغبون. اللي يوم أمس أمسى ويوم سوى هذا مغبون، لازم يومه يفضل على أمسى، لازم يحصل به تحصيل جديد، فكرة جديدة، نظرية جديدة، علم جديد، ها يعني فشيء زيادة. أكو بعض الناس لا والله تلقاه يطب للدنيا ويطلع على سما دمه، ماكو شيء بعد ذاك وذاك هو، ها